بسم الله الرحمن الرحيم. استعدادا للدخول المدرسي الجديد 2020-2021، يعني قامت مدرسة بدر بحملة نظافة للمؤسسة بكاملها، وذلك بتنسيق مع جمعية آباء وأولياء التلاميذ وجماعة محلية لأحفير. ولقد يعني ساهمت الجمعية بمعدات يعني مهمة، يعني قامت بتنظيف تقريب جميع المساحات التي كانت تحتاج إلى نظافة، وكما قامت المؤسسة يعني البروتوكول الصحي الذي يعني صدر من طرف الوزارة الوصية ووزارة الصحة كذلك، من مسافة التباعد بين الزوار، ومن فرض الكمام على المتواجدين بالذاك، وأيضا شراء بعض المعدات من قبيل يعني المحرار ومن قبيل الكمامات للذين يفتقدون إلى ذلك. ولا أنسى أن أشكر السي مصطفى الدوزي الذي ما فتئ أن يحضر معنا في المؤسسة لتغطية الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة. بسم الله الرحمن الرحيم. نتواجدوا اليوم حنا بالمدرسة ديال بدر. مشكور سيد المدير ديال المؤسسة والأطور ديال المؤسسة على هذه الاستضافة. احنا هنايا اليوم يعني نؤكد الانخراط ديال الجميع، يعني منتخبون مجلس الجامعي ديال حفير، الجمعية ديال الآباء وأولياء التلاميذ، السيد المدير ديال المؤسسة كما قلنا والأطور كل شيء ديال المؤسسة، للدخول ديال هذا ديال الدراسي يعني في ظل ديال هذه الجائحه اللي يعرفها العالم كامل. وحنا متواجدين يعني نشكروا في يعني بدايه يعني الاعضاء ديال الجمعيه ديال اولياء اباء التلاميذ اللي في حقه وفروا لنا اليد العامله، واحد المجموعه ديال اليد العامله هما اللي تكلفوا بها. الجماعه انخرطت يعني بالاليات ديالها في هذا ديال الاشجار، في النظافه، في الاعشاب اليابسه، وكذلك يعني الجماعه كذلك تبقى ديما منخرطه. المؤسسه يعني هي داخله يعني في واحد الجدوله ديال المجموعه ديال المؤسسات ديال المدينه بخصوص النظافه من ناحيه، وكذلك بخصوص التعقيم ديال 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 المؤسسات. ويعني وكذلك يعني نغتنموا ديك الفرصه يعني كطبيب يعني باش نناقشوا دوك النصائح اللي خصها تمد يعني داخل المؤسسات يعني بخصوص التعقيم القبلي والتعقيم يعني اليومي ديال الاقسام، ديال يعني كيفاش التلاميذ في الدخول ديال الباب هذاك المحراب باش نعبروا للميزان ديال الحراره الجيل ولا ديال التعقيم ديال اليدين. والتحسيس هذا يعني غادي توقف عليه كذلك يعني المؤسسات الصحيه بالمدينه دائما بتنسيق يعني مع المؤسسات ديال التعليم ديال المدينه. يعني مره ثانيه شكرا للسيد المدير والاخوان ديالو هنايا، شكرا كذلك للاعضاء والرئيس ديال الجمعيه اللي وفروا لنا في حقه من خلال النقاش معاهم داك الشيء اللي طلبناه منهم، وشكرا كذلك للاخوان ديال الجامعه ديال احفير اللي الجامعه واللي وفروا يعني كما قلت لك واحد المجموعه ديال الاليات باش فات هذا النهار ان شاء الله في احسن الظروف. وشكرا لك انت. السلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه. الخضر قوضاد رئيس جمعيه اباء وولي التلاميذ مدرسه بدر. بالنسبه للدخول المدرسي هذه السنه كما يعرف الجميع في ظل هذه الجائحه هو استثنائي تقريبا، ولكن من تضافر الجهود
لا من السيد المندوب المدير الاقليمي ديال التعليم، ولا من السيد رئيس المجلس البلدي سي محمد الزردالي، ولا من المدير، ولا من المعلمين، ولا من سميتو جمعيه ابويه التلاميذ. الحمد لله ربما نتمناو باش يكون الدخول المدرسي هاد السنه في احسن الاحوال رغم الاكراهات اللي كاينه ديال هاد الجائحه. نطلبوا من الله سبحانه وتعالى ان يرفع علينا هاد الوباء، ونشكروا الجميع اللي تساهم معنا ديال المجلس البلدي في التعقيم ديال الحجرات، ولا من الساحه للنظافه ديال الساحه ديال المدرسه، الفضاء ديال المدرسه. الحمد لله لحد الساعه الامور كلشي مزيانه. لحد الساعه الاجتماع اللي كان الصباح مع السيد المدير ومع الاساتذه، يعني كلشي متجند باش يكون هاد السنه تكون في احسن الاحوال. نتمنى الله سبحانه وتعالى انها تكون في احسن الظروف وهادشي. ونشكر السي مصطفى الله يعطيك الخير، والسلام عليكم ورحمه الله.